راضين بنصيبكم انتوا، مش راضين بنصيبنا احنا ليه؟ حكايه ان بابا بقى غني مره واحده، وان انت لسه هنا واحنا رحنا الزمالك، دي حاجات ملناش دخل فيها انا ويوسف. ما تحملوناش ذنب حاجه احنا ما عملناهاش، ولا عارفين هي حصلت ليه. انت سامعني يا عم عباس؟ ايوه سامعك يا بنتي. امال مش عايز تبص لي ليه؟ بقولك ايه يا فريال، احنا خلاص يا بنتي ما عدناش نفعك. لو عايز نسيب الزمالك واجي اعيش معاكم هنا انا مستعده، ما انا طول عمري عايشه هنا وكنا مبسوطين قوي هنا. خلاص خلاص يا عم عباس، حاجه اقعد معاكم هنا، هخدم حضرتك واخدم صديق، بس عشان خاطري يا عم عباس ما تبعدناش عن بعض من غير سبب. فريال يا بنتي، انت لو يرضيك تحرمي نفسك وترجعي تعيشي هنا انا ما يرضنيش. انا لما اشتغل مع ابوكي ممكن، انما ابني اشتغل عندك لا مش ممكن ابدا. واشتغل ايه راجل؟ ما ينفعش. ايه اللي ما ينفعش يا عم؟ خد الظرف ده ودي لابوكي وقولي له عم عباس بيقول لك العربون ما يلزموش. امسكها يا فريال، دي فلوس، فلوسكوا يا بنتي 5000 جنيه كان ابوكي مديهم ليوسف علشان يدفعهم لك مهر. امسكها يا فريال، دي فلوسكوا يا بنتي وانتوا اولى بيها.